مرآب ذكي بدأ العمل لإنشائه في محافظة النجف الأشرف، والذي يعد الأكبر فيها. أطلقت العتبة العلوية المقدسة هنا مشروعها الكبير على مستوى العراق على مساحة 160 ألف متر مربع وبواقع 8 طوابق شرق المدينة القديمة، حيث يتم العمل الآن على صب الأسس الخرسانية. مشروع جراج النجف الكبير هو من أهم وأكبر المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تشرف عليها العتبة العلوية المقدسة، لما له من أهمية بالغة بسبب قربه من الصحن الشريف بمسافة لا تتجاوز 250 متر. يقع المشروع على مساحة 160 ألف متر مربع. هذه المساحة موزعة، يعني المشروع متكون من 8 طبقات. عندنا المشروع يسع إلى أكثر من 2500 عجلة. الجراج مصمم بطريقة السمارت باركينج. هذا الجراج راح يكون بعلامات دلالة على مكانات الوقوف المتاحة وغير المتاحة، وكذلك راح يكون يحتوي على أبليكيشن. من خلال هذا الأبليكيشن ممكن أنه تعمل حجز مسبق لحجز مكان لوقوف سيارتك. ويستوعب هذا المرآب في حال إنجازه بعد 3 سنوات أكثر من 2500 سيارة. تقول مديرية المرور إنه سيسهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وإنهاء مشكلة الجراجات غير النظامية. راح يسهم بشكل كبير بالقضاء على ظاهرة الجراجات الغير نظامية اللي تحيط بالمدينة القديمة ولما لها من أثر في الإرباك في حركة سير المرور. هذا المشروع حقيقة أيضا راح يخدمنا في موضوع أسفل صافي صفا، المنطقة اللي احنا حاليا بها اللي تشهد حركة الزائرين باتجاه كربلاء المقدسة مرورا بمدينة النجف الأشرف. المحافظات الجنوبية في هذا المحور دائما. وتشهد محافظة النجف الأشرف خلال المناسبة الدينية السنوية زخما مروريا كبيرا، ليأتي هذا المرآب كجزء من الحلول لأزمة اكتظاظ السيارات في المحافظة. من النجف الأشرف، محمد الغالبي، وان نيوز.